بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. انطلاقاتنا متواصلة والتحديات مستمرة في هذا اليوم مع هذا التواصل ومع هذا التحدي الكبير. وشوطنا الثاني والعشرون انطلق قبل لحظات، شوط يضم في طياته وتحدياته اللقاية الابكار المهجنات، ليتابع هذه الاسماء وليتابع هذه الشعارات المنطلقة الباحثة عن الفوز عن الانتصار وعن التحدي الكبير. اول المراكز اول الانطلاقات اجد في هذه اللحظات هذا شعار محمد بن علي بن حليس العفاري، يقدم لنا انطلاقة كيف على صدارة الشوط بهذا الانطلاق وبهذا المستوى بهذا الاندفاع الكبير. هذا شعار مختار، شعار الاسماء الكبيرة، يتقدم على المركز الاول. المركز الثاني اتابع انطلاقة الحذرة وشعار ناصر بن غدير بن حمدان الوهيبي، يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني بانطلاقته وبحضوره. على المركز الثاني المركز الثالث اجد في هذه اللحظات انطلاقة مشاعر سيف بن علي بن سالم العامري، يتحرك على المركز الثالث. المركز الرابع شوف الهجوم وشوف الانطلاق على المركز الرابع، هناك من الجانب الايمن اتابع انطلاقة وحضور اللي منطلقة في هذه اللحظات نجود فالح بن سليم بن حميد الدرعي، يتدخل ويهاجم. بينما أتابع الواصلة القادمة في هذه الأثناء العزرة وشعار خالد بن حيدر بن محمد بن رحيمة، يتدخل في هذه اللحظات أيضا القدوم والوصول. هذا شعار انتزع ناموس الشوط الماضي، يهاجم ويتحرك في هذه اللحظات بهذا الانطلاق وبهذا المستوى مع هذه الاندفاعة الكبيرة. شوف التحديات، شوف الانطلاقات شديدة. وسالم بن مطر بن سعيد الدرعي يتحرك في هذه الأثناء، يقدم لنا انطلاقة شديدة باحثا عن ناموس آخر يضيف. بينما أتابع القدوم والوصول الحضور في هذه الأثناء من قناعة عبد الله بن نهار بن ناصر النعيمي، يتدخل بهذا الشعار وبهذا الوصول. المركز السابع شوف انطلاقة متعبة محمد بن سعيد بن عيف العامري. المركز الثامن تدخلت ووصلت وضوح محمد بن سهيل بن حطم العامري على المركز الثامن. المركز التاسع شعار راعي الرقود، يتقدم بانطلاقتي وبحضوري مشاعر هي الواصلة، وسيف بن علي بن سالم العامري تابع اللي من الجانب الايمن. على المركز العاشر تنطلق في هذه اللحظات وتندفع بانطلاقتها شواهين سيف بن سالم بن سيف النيادي. هذه المراكز العشر الاولى وهذه التحديات، هذه الانطلاقات الكبيرة. يا من تتابع، يا من تراقب هذا التحدي، الفوز لمن؟ الناموس لمن؟ الانطلاق الأول لمن؟ هنا يا ترى ما بين هذه الأسماء، هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة المبدعة. ولكن العودة إلى بن حليس وشعاره، إلى بن حليس وانطلاقاته على المركز الأول. يتقدم أحد الأسماء الكبيرة الشهيرة والتاريخية شعار بن حليس على المركز الأول. كيف كيف محمد بن علي بن حليس الاعفاري بانطلاقة الشعار على المركز الاول على مقدمة هذا الشوط. تتقدم كيف كيف الناموس، ولا شيء كيف لها غير الناموس يا بن حليس. محمد بن علي بن حليس الاعفاري يتقدم منذ البداية، يصارع الجميع من اجل الفوز ومن اجل الانتصار. المركز الثاني اتابع شديدة سالم بن مطر بن سعيد الدرعي على المركز الثاني، يتقدم بهذا الشعار. من قدم لنا في الشوط الماضي هناك احد الاسماء القوية وانتزعت ناموسه وبكل قوة. المركز الثالث القدوم الوصول، وصلت في هذه اللحظات نجود فالح بن سليم بن حميد الدرعي. معركة ما بين هذه الاسماء، معركة
حركه قويه ما بين هذه الشعارات. المركز الرابع، شوف القدوم من الحذر، ناصر مغدير بن حمدان الوهيبي على المركز الرابع، كيلو ونصف، الكيلو ما يتبقى على نهايه الشوط. شوف القدوم، الزحف من الخلف، القادمه والواصله قناعه، عبد الله بن نهار بن ناصر النعيمي والقدوم، الهجوم وصلت في هذه الاثناء فزعه. مبارك بن جمعه بن مبارك بن مغير الخيالي، الاسماء الكبيره بدات تتحرك وتصل، وشعار بن مغير يقدم مستويات كبيره. هذا القادم الواصل في هذه اللحظات، انطلاقه سيده مظفر بن غلام بن موسى البلوشي، ولكن وين الانطلاق الاول؟ وين الكيلومتر الاخير يا بن حليس؟ يا بن حليس يا راعي، كيف على المركز الاول؟ كيف على مقدمه الشوط؟ ولكن القدوم، الهجوم من فزعه. مبارك بن جمعه بن مغير الخيالي شعاره يقدم مستويات كبيره، يقدم مستويات كبيره ومميزه، ولكن البلوشي على المركز الثالث يتقدم بسيده مظفر بن غلام بن موسى بن احمد البلوشي. ولكن كيف وفزعه، وكيف وفزعه، والبلوشي قادم مع سيده، ولكن فزعة بن مغير. مبارك بن جمعة بن مغير الخيالي مع فزعة. كيف بن حليس تقبل الاستسلام مع بن حليس؟ ولكن بن مغير مع المركز الاول، فزعة. ومبارك بن جمعة بن مغير الخيالي 200 متر اخيرة، فزعة. وكيف وفزعة وسيده فزعة وكيف، ولكن فزعة خلاص إلى الفوز، إلى الانتصار. مبارك بن جمعة بن مغير الخيالي، سلام بوسمرة، سلام على هذا الفوز وعلى الانتصار الكبير. المركز الثاني كيف، محمد بن علي بن حليس الحفاري. المركز الثالث مزون متعبة إذا على المركز الثالث، وشعار ناصر بن العبد الشرقي الحرسوس. المركز الرابع، وصلت سيدة بشعار والمركز الخامس بنتابعهن هناك مع الإعادة، العودة إلى التوقيت الزمني، العودة إلى شعار بن مغير، إلى بنائي بوسمرة من انتزعوا ناموس هذا الشوط مع فزعة. مبارك بن جمعة بن مغير الخيالي تستاهل الفوز والناموس. شعار بن مغير يقدم مستويات كبيرة منذ بداية الموسم، وما زال يتواصل بالعطاء حتى أن انتزع ناموس هذا الشوط بكل جدارة. التوقيت الزمني، لحظة الوصول، لحظة الانطلاق، 7 دقائق 25 ثانية أو 26 ثانية، بالوفاء والتمام. سلامي عليك يا بن مغير، سلام. مبارك بن جمعة بن مغير الخيالي راعي فزعة. المركز الثاني كيف بن حليس، 7 دقائق 26 ثانية، 5 أجزاء من الثانية، قدمت مستوى كبير حتى اللحظات الأخيرة بشعار محمد بن علي بن حليس الإحفاري راعي كيف. تهانينا والناموس. المركز الثالث، 7 دقائق 27 ثانية، جزئين 2 من الثانية، كانت متعبة على المركز الثالث ناصر بن العبد بن شرقي الحرسوسي. والمركز الرابع كانت خيرة محمد بن راشد بن حمود المدهوشي.